وأهلا بكم إلى مدار الغد. يبدو أن رياح المصالحات هبت على منطقة الشرق الأوسط، رياح تحمل معها نسمات باردة لتمر على بؤر التوتر المشتعلة وتحاول تخفيف وتهدئة جذوتها، لتشهد المنطقة تحولات دراماتيكية ومفاجآت مدوية. آخر تلك التحولات ما كشفت عنه صحيفة الفاينانشال تايمز عن احتضان العاصمة العراقية بغداد اجتماعاً ضم مسؤولين سعوديين وإيرانيين رفيعي المستوى في سياق أول محادثات مباشرة منذ 4 أعوام. الاجتماع الذي جاء لكسر حائط عدم الثقة بين الغريمين التقليديين تناول الأوضاع في اليمن وهجمات ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران ضد السعودية. يأتي هذا في وقت تحاول فيه الإدارة الأمريكية الجديدة إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران وسط سعي خليجي للمشاركة في المفاوضات هذه المرة. الحوار بين الرياض وطهران لم يكن التحول الوحيد الذي شهدته المنطقة، فبعد قطيعة دامت لسنوات تلوح في الأفق بوادر عهد جديد في العلاقات المصرية التركية. ففي الفترة الأخيرة زادت تركيا من جرعة التقارب مع مصر، وأعلنت فتح أبواب الزيارات بين البلدين وقنوات الاتصال الدبلوماسية على أعلى مستوى. وكانت أول تلك التحولات في الشرق الأوسط ما تمخض عن قمة العلا من مصالحة خليجية وانتهاء القطيعة بين الرباعي العربي وقطر مطلع العام الجاري. فهل تعد تلك الاجتماعات والتحولات مصالحات خجولة أم اختبارات لحسن النوايا يمكن البناء عليها؟